مظاليم وحرافيش في أندية الغلابة، شعار رفعه برنامج إعلامي رياضي كسر الحواجز التقليدية وحطم التكرار وقضى على مشاعر الخوف داخل قلوب الغلابة في عالم كرة القدم المصرية. لم يذهب سواه لهمومهم ولم يطرق أبوابهم إلا خرج للنور في 29 من ديسمبر لعام 2013. أطلق عليه صاحب الفكرة كورة بلدنا، وبقلب متسع استقبل الإعلامي محمد العمري رئيس قناة القاهرة استقبل الفكرة من صاحبها عبد الناصر زيدان، وذلك في بداية شهر ديسمبر لعام 2013. وما هي إلا 3 أسابيع وخرج كورة بلدنا للنور في وجود المذيع المتألق أيمن عبد الصادق والناقد الرياضي محمد باهي. وبعد أشهر من انطلاق كرة بلدنا كانت مرحلة جديدة تنتظره بصحبة الإعلامي عبد الناصر زيدان، وذاع صيت البرنامج وأصبح برنامج كرة بلدنا ملء السمع والبصر، وبات الأطور من حيث التخصص في دوري الدرجة الثانية والثالثة. لم يحتاج كورة بلدنا لأن يكون الأفضل سوى 12 شهرا، حيث تم اختياره في نهاية عام 2014 أفضل برنامج رياضي قدمته شاشة قناة القاهرة. تلك الأفضلية الناجحة التي شعر بها الرأي العام كان الفضل فيها دائما لله عز وجل، ثم للإعلامي الكبير محمد العمري الذي كان وما زال حائط صد ودفاع لكل من يدبر للبرنامج، فهو الذي تبنى الفكرة وبمجموعة من الموهوبين أثبت أن تلفزيون مصر من الممكن أن يكون الأول وينافس الآخرين بقوة بعد طول غياب. مر كورة بلدنا بمحطات صعبة، لكنه كان كالجبل لا يهتز شامخا راسخا في ظل إمكانات صعبة، مؤكدا على أننا نستطيع بالإصرار والعزيمة أن نصبح متفوقين على أصحاب الملايين. وكما قيل في المثل، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ففي 29 من يناير من عام 2015 كان ينتظر كورة بلدنا عاصفة جديدة كعواصف الشتاء التي تبحث عن ضحايا دون تمييز أو رغبة في الحياة، حيث أرسل مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا موقعا من السيد جمال علام رئيس الاتحاد ومزينا بخاتم الاتحاد، ليس لتهنئة أسرة البرنامج بل ليطالب بإيقاف كورة بلدنا، والذي طالما أثنى عليه رئيس الاتحاد وكل أعضاء مجلسه. فعلا أنك أنت مهموم بكل الأندية وتواصلك معهم ده يدي قيمة للبرنامج بتاعك عظيم، وأنا بشكرك على الهوى وربنا يكرمك إن شاء الله أنت والمجموعة كلها اللي بتشغل معك سواء مراسلين أو معك في نفس القناة. وما أن وصل الخطاب للإعلامي عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي أوصله بدوره للإعلامي محمد العمري إلا وكانت اللغة واحدة وبكلمة واحدة وبموقف واحد، سيظل كورة بلدنا منارة للغلابة، ولن يستطيع أحدا كائنا من كان أن يطفئ شمعة البرنامج. وأعلن محمد العمري رئيس قناة القاهرة بملء السمع والبصر في العالم كله أن كورة بلدنا باق على شاشة قناة القاهرة بكل من يعمل فيه دون تبديل أو تغيير. كانت هناك ثورة في الوسائط الرياضية، وقامت أندية الغلابة على بكرة أبيها تنادي بالحفاظ على البرنامج الذي أعلى صوتهم وكان عونا وسندا لهم، فراحوا يرسلون عشرات الخطابات للتلفزيون المصري يؤكدون دعمهم للبرنامج ويوافقون على بث مبارياتهم في الدرجة الثانية والثالثة
دون مقابل. حقا إنه موقف تاريخي للأندية المصرية مع كورة بلدنا، ولم يكن هذا الموقف من الأندية فحسب، بل كان هناك موقف لم يقل قيمة وشرفا عن موقف أندية الجمعية العمومية في اتحاد الكرة، حيث راحت المواقع الإلكترونية والعديد من الصحف المصرية والعربية تتحدث عن الخطاب وتصفه بالكارثة، في حين انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر تساند البرنامج وتنتقد موقف الاتحاد المصري في مطالبهم بوقف البرنامج ومقدمه عبد الناصر زيدان. مواقف جعلت برنامج كرة بلدنا يخرج من أزمته وكأنه كان في استفتاء رهيب على وجوده، استفتاء صادق لا يعرف لفا أو دوران أو ترتيبات مسبقة، استفتاء جعل كرة بلدنا درة تتلألأ في سماء البرامج الرياضية المصرية، استفتاء قال لرئيس قناة القاهرة: لم تكن بمفردك ولن تدافع لوحدك عن برنامج خرج لنا، استفتاء كان صرخة للعاملين بالبرنامج: ارفعوا أيديكم يا من تكرهون النجاح وتتربصون بالناجحين، ابتعدوا عنا واتركوا لنا برنامجنا لأننا لن نسمح أن ينال منه أحد. ويا لكم من غضبة الغلابة، إنه كورة بلدنا يا سادة، البرنامج الذي أصبح صوت من لا صوت لهم، كورة بلدنا هو الفكرة، والفكرة أبدا لن تموت.